إلى مسند أحمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما زلنا في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حدثنا عبد الله، حدثني إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وهذا إسناده قوي، والحق أن الله وتر واحد سبحانه جل في علاه. ولذلك شوف كفر الله النصارى الذين قالوا بأنه ثلاثة، قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ومن بغي الرحمن أن يتخذ ولدا، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقولوا فأوتروا يا أهل القرآن أمر، وظاهر الأمر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب، ولكن الصحيح أنها سنة، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة حيثما توجهت به سفرا، وكان ابن عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة، نزل فاستقبل القبلة. وكان وتر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الليل، ثم في أوسط الليل، ثم استقر وتره في أواخر الليل، وهو متأكد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مسنا مسنا، فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق وعن عاصم بن ضمرة السلولي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وهذا سند قوي، وهذا يدل دلالة واضحة على المنع من الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذه المسألة فيها مذاهب، مذاهب الجمهور أنه لا تصلى أي صلاة بعد العصر وبعد الفجر. والشافعية يرون أن الصلاة الممنوعة هي النافلة المطلقة، لأنه يجوز الصلاة ذات السبب، سواء كانت فريضة قضاء أو كانت سنة قضاء في ذلك، أو كانت لها سبب فيصليها. وبعضهم قال: أما صلاة العصر فالصلاة بعد العصر جائزة مطلقا. وقول المنذر في ذلك: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. والحاضر يقدم على المبيح، لا صلاة في نوافل مطلقة لا تصلى بعد الفجر ولا بعد العصر. وقال المصنف: حدثنا عبد الله، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير ومحمد بن فضيل أن غزوان عن مطرف عن أبي إسحاق عن عاصم بن دمرة عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة يصلي بعدها إلا صلى بعدها ركعتين. وهذا مطلق يحمل على المقيد بأنه كان لا يصلي صلاة إلا صلى بعدها ركعتين إلا الفجر والعصر. فهنا المطلق هنا يحمل على المقيد هنا بقوله: كان لا يصلي ما صلى صلاة إلا صلى بعدها ركعتين إلا الفجر والعصر. نقف عند هذا الفوائد المستنبطة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، فضل صلاة ركعتين بعد كل صلاة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم،
وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.